وأحب أن أنوه أن يعني أو أذكر الإخوة أن في طرابلس يعني هو شيء مضحك مبكي، يعني يتهمون كتيبة الأحسان أنها تأوي الدواعش وأن هي مأوى للدواعش وأن هي يعني تقف يعني دعما للدواعش. نعم، هنا أريد أن أسأل سيد طارق درمان، هنا بالذات أريد أن أسأل كتيبة الإحسان المتواجدة في غابة النصر والتي تحمي مؤسسات الدولة، اتهمت في الأيام الماضية صراحة، اتهمت بأنها متعاطفة مع هذا الفكر، وقالوا بأنكم تدربون عناصر لداعش وتنظيم الدولة، وأنت الآن يعني تحدثت عن مشاركتكم في المعركة في سرت وأيضا عن تكليفات من غرفة العمليات الرئيسية، يعني كيف تعلق على هذا؟ هذا إن دل إنما دل على أن هناك مؤامرة تحاك للثوار ومؤامرة تحاك للثوار الأحرار، يعني يعني الذين فعلا يعني شغلهم الشاغل ثورة 17 فبراير وشغلهم الشاغل أنهم يحافظوا على يعني مكتسبات ثورة 17 فبراير، مؤامرة كبيرة، يعني كل من لم ينفع لهم وكل من يعني لم يكون في مخططهم اللي هو مرسوم للسيطرة على ليبيا يسمونه بهذه السمة وهي سمة الدواعش من قبل، وسمونا بالإخوان وقبلها بالمقاتلة والآن بالدواعش. يعني الحمد لله الآن غرفة البنيان المرصوص الأسماء بالكامل موجودة فيها وتستطيع أن يستطيعوا أنهم يراجعوا الغرفة. طيب سيد طارق،